بنتابع مع حضراتكم يوميا ومع هيئة الأرصاد الجوية تطورات حالة الجو، خصوصا في ظل ان احنا بنشهد فترة من التقلبات الجوية. يعني طبعا احنا دايما عادة بناخد المصادر او بناخد الأخبار المتعلقة بحالة الجو من هيئة الأرصاد الجوية. انا معايا الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير أستاذة أسماء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، كالعادة بنحب نطمن من حضرتك على حالة الجو ويعني آخر هذه التقلبات الجوية، ويا ترى هنشهد تحسن بعد النهاردة ولا لسه إحنا مستمرين يعني في جو متقلب يعني؟ لا، هو طبعا إحنا لسه مستمرين في جو متقلب، وخاصة خلال هذا الأسبوع هيكون في تقلبات جوية شديدة. فمثلا كان في امبارح ارتفاع في درجات الحراره وصلت 30 درجه العظمى على القاهره، وطبعا كان معاها نشاط رياح مثير للرمال والاتربه. بدايه من النهارده هيكون في انخفاض في درجات الحراره، هترجع للمعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. فبعد ما سجلت 30 درجه امس، اليوم المتوقع ليها تصل الى 23 درجه بانخفاض 7 درجات مقارنه بامبارح. طبعا الطقس هيكون دافئ اثناء النهار والشمس هتكون ساطعه. النهارده مش هيكون في اي مشاكل في حاله الطقس، يعني النهارده مش هنشوف اي اتربه او هذا؟ لا ان شاء الله، لا إن شاء النهارده الله، لا. الجو مستقر جدا، ما فيهوش اي مشاكل. بدايه من غدا الاربعاء ان شاء الله تبدا ترتفع درجات الحراره تدريجيا وتوصل ل 25 درجه. ايضا هيكون في بعض الامطار الخفيفه على بعض المناطق زي السواحل الشماليه، مناطق من الدلتا، وهيصاحب ذلك ايضا نشاط رياح لكن غير مثير للرمال والاتربه. اما بقى بدايه من يوم الخميس، ده اللي احنا حابين ننوه عنه، ان في حاله شديده من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه بدايه من يوم الخميس القادم وتستمر حتى يوم السبت ان شاء الله. هيكون في امطار شديده الغزاره على السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره، وايضا بعض المناطق من مدن القناه، وتصل لحد السيول على مناطق من خليج. يعني حضرتك بتحذري انه هذا الويك اند من يوم الخميس، عشان ننوه مع حضرتك لكل الساده المشاهدين، هنشهد حاله من الامطار الغزيره يعني. هو فعلا الويك اند ده يعني بدايه من الخميس حتى السبت هيكون في حاله شديده جدا من عدم استقرار في الاحوال الجويه. الامطار هتكون شديده الغزاره وهتصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء ومنطقه خليج السويس، وايضا مناطق من جنوب البلاد. مع غزاره الامطار هيكون في ايضا نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه على مناطق مختلفه من الجمهوريه، وهتصل لحد العاصفه على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء. وطبعا بدايه الجمعه تبدا تنخفض درجات الحراره مره اخرى وترجع اقل من المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت العام، يعني توصل ل 17 درجة مئوية. احنا طبعا بنأكد على كل السادة المشاهدين الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، يفضل عدم تخفيف الملابس نهائيا خلال هذه الفترة من التقلبات الجوية، طبعا القيادة بهدوء أثناء سكوت الأمطار أو أثناء الرمال والأتربة المثارة اللي ممكن تؤدي لعواصف ترابية على بعض المناطق والطرق المكشوفة. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. يا ريت نخلي بالنا من هذا الكلام، الخميس والجمعة يا جماعة زي ما هيئة الأرصاد الجوية بتقول، مش إحنا اللي بنقول، ناخد بالنا لأنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة، ونخلي بالنا طبعا أثناء القيادة وما نخففش الملابس. سيب حضراتكم مع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في عدد من محافظات مصر، ونطلع للفاصل بعدها وهرجع معاكم تاني نكمل هذا الصباح.